نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تي شيرت مدرسه الفن والهندسه. حلقه الخميس 14 يوليو هنكون معاكم ومع حضراتكم على مدار 90 دقيقه كرويه ورياضيه على قناتكم المفضله قناه نادي الزمالك. ان شاء الله نقدم لكم وجبه تنال اعجابكم وهنناقش فيها كل ما هو مفيد وهام سواء على الساحه الزملكاويه او كمان خارج حدود متعب. كمان النهارده في فقره سهم وكوس هنفتح موضوع مهم جدا متعلق بفنون الاداره وحاجات لها علاقه باداره الاداره الرياضيه. ايه افضل اساليبها؟ مدارسها في النجاح في الشرق الاوسط والشرق الاقصى؟ احنا فين من الكلام ده في الاداره الرياضيه؟ ويا ترى هل قدامنا كتير او قريبين عن الموضوع ده؟ هنناقشه بشكل مفصل مع ضيفنا المحلل وخبير التسويق الرياضي الاستاذ احمد سالم. قبل ما نخوض في تفاصيل الحلقه ارحب بزميلتي العزيزه نيرفانا العبد. نهارك ابيض يا نيرفانا. نهارك ابيض يا احمد ونهاركم ابيض جميعا طبعا وعلى جميع مشاهدي قناه نادي الزمالك ومشاهدي نهاركم ابيض. الحقيقه احنا عندنا موضوعات كتير قوي النهارده بس عايزين بس نبتدي معاكم كده بكام احصائيه رائعه يعني لفتوا نظرنا من بعد ما كسبنا مقاولين وبيدولك كده مؤشرات حلوه. احنا امبارح كنا بنتكلم ان في امل، الروح اللي موجوده في الملعب ليها امل، الناشئين اللي موجودين واللي طبعا سبب كبير جدا جدا في فوزنا لحد النهارده في منهم امل. هنتكلم عن احنا رايحين فين قبل اهم 10 مباريات في الموسم. ابرز حاجه لفتت نظري يا جماعه هي ان مباراه الزمالك والمقاولين شهدت نهايه سلسله سلبيه لبطل الدوري بعد ما فضلنا لمده 9 مباريات حتى لو بنكسب فبيدخل فينا جوال. اخيرا اول امبارح انتهت بقى السلسله دي في ماتش المقاولين بفوزنا 1-0 وطبعا حفظنا بقياده عواد على نظافه شباكنا. لو تفتكروا احنا هنا سالنا في نهارك ابيض كتير قوي عن الدفاع عندنا يا جماعه فيه مشكله، سبب تراجع صلابه الدفاع الزملكاوي في المباريات الاخيره، واتكلمنا كتير قوي انه في حاجه ناقصه، في تعثر جامد جدا في الدفاع. وقد ايه شفنا كمان ان مستر فيريرا اشتغل كتير جدا على الجزئيه دي الفتره الاخيره برغم ان احنا كان عندنا غيابات كتيره جدا في الخط الخلفي مؤخرا، لكن اخيرا بنعمل كلين شيت مهم جدا جدا رقميا ومعنويا كمان. فكره ان احنا داخلين على 10 مباريات واحنا واخدين الثقه انه لا احنا بنسجل ما بيدخلش فينا. كمان يا جماعه في حاجه مهمه جدا اخدت بالي منها ان الزمالك ابتدى يركز انه يدخل الماتش بدري، يعني ممكن لسه مش بدري قوي مش من الاول الماتش بس لا يعني ما بنستناش لحد الشوط الثاني على الاقل عشان خاطر ايه ده نفوق. الحمد لله بقى في اوفر كومينج للحاجه زي دي. امبارح مستر فيريرا قال في المؤتمر الصحفي ان مفيش فريق بيكسب دوري دفاعه وحش. الهجوم فن لكن الدفاع دايما اصعب لان الكوره ما بتبقاش معاك، انت مطالب ان انت ما يخش فيك هدف عشان خاطر تقدر انت تحرز الهدف وتكسب بيه. كمان من ابرز النقاط يا جماعه اللي برضو طلعنا بيها الفتره دي واللي اتكلمنا فيها برضو الفتره الاخيره كان فكره اننا نحسم الفوز من الشوط الاول اللي انا كنت بتكلم فيه. فعلا الزمالك يمكن الزمالك فرق جامد جدا عن الموسم اللي فات، الموسم اللي فات يا جماعه والموسم كله ايا كان البطوله، لا احنا بنبتدي في ال 45 دقيقه الثانيه، لا السنه دي كل ما بنخرج متقدمين في الشوط الاول عمرنا او صعب قوي ان احنا نتعثر في نتيجه اللقاء، دايما بتبقى البدايه بتقول لنا الماتش هيبقى ماشي ازاي. وده اللي حصل في ماتش المقاولين، سجلنا الشوط الاول فخرجنا بالثلاث نقاط اللي احنا عايزينهم. فنتمنى ان ماتش المحله اللي جاي طبعا تبقى بدايه سلسله الانتصارات اللي جايه، يعني خلاص نقفل بقى اللي فات، احنا متعودين ان بعد كل ماتش خلاص هنقفل صفحته ونشوف الماتش اللي بعديه، لان فعلا الماتشات اللي احنا فيها او الفتره اللي احنا داخلين عليها مفيش اوبشن ان احنا نقع للاسف. يعني هو الطبيعي ان احنا بنتعثر، طبيعي ان احنا مكسب وخساره، بس ده مش في ايدينا حاليا، يعني احنا ان شاء الله نكمل الفوز ونكمل سلسله الانتصارات ان شاء الله باذن الله. بمناسبه بقى الاحصائيات اللي انت اتكلمت عليها من شويه، في احصائيه مهمه جدا ليها علاقه بالاهداف والفاعليه. انت عارفه ان نص اهداف نادي الزمالك السنه دي باصم عليها نجمنا وهداف مسابقه الدوري احمد سيد زيزو. زيزو اول امبارح صنع هدف الفوز امام المقاولين للمدافع طبعا الشاب حسام عبد المجيد او ماتيب زي ما بيسميه مستر فريرا عشان
يوصل للمشاركة رقم 20 أو المساهمة رقم 20 بأهداف الموسم ده ب 12 هدف مسجلهم و 8 صناعات للأهداف. الزمالك أصلا مسجل 42 هدف في الدوري في الموسم ده أو في النسخة دي، فزيزو لوحده مشارك في 20 هدف منهم، يعني بنسبة 48% من أهداف الفارس الأبيض في هذه النسخة. موسم بالنسبة لزيزو موسم ولا في الخيال، بسم الله ما شاء الله، ولسه كمان منتظرين منه المزيد والمزيد، واثقين جدا جدا في إمكانيات لاعب بحجم زيزو. بص، هو زيزو شخصية لعيب كبير جدا الصراحة، تشكلت ونضجت وظهرت كمان في الزمالك، والحقيقة يعني هو برضو بن شرقي الصراحة هما ثنائية الأفضل في الدوري السنة دي، يعني ده كمان بالأرقام وبالأداء بدون أي تحيز، فنتمنى أن مجهوداتهم دي تتم ترجمتها إن شاء الله بلقب الدوري اللي هناخده لتاني مرة على التوالي بإذن الله. عايز أقول لك حاجة كمان، أن أنا عجبني طريقة تعامل مستر فريرا مع زيزو، يعني هو آخر فترة خد باله أن زيزو في اجهاد، فلا فبيريحه، اخر مره برضو مطلعه قبل ما الماتش يخلص، اللي هو مستر فيريرا عارف خامه لعيبته عامله ازاي، عارف ان هو لو زيزو تم استهلاكه 100% الفتره اللي جايه اللي هي الفتره المهمه هيلاقي زيزو تاخر بشكل او باخر، زي ما احنا خدنا بالنا في كام ماتش كده قبل ماتش مقاولين الراجل تعب، يعني حاسس انه مش قادر، لان هو فعلا زيزو بيلعب ال 90 دقيقه يعني مستمرين وفي كذا ماتش ورا بعض. فعجبني ان مستر فيريرا ابتدى يعني يتحسس الموضوع ده وبيتعامل الصراحه مع اللعيبه بشكل احترافي جدا. نرجع بقى للزمالك بشكل عام، واكيد هنكلمكم كمان في اقرا الخبر عن استعدادات الفريق لمباراه غزل المحله الصعبه والمهمه جدا جدا يوم السبت. لكن احنا حابين برضو نروح معاكم كده من بدري لموضوع كده يمكن متصل بحلقتنا النهارده او بموضوع حلقتنا النهارده، وهو تعاقد اتحاد الكورة مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي تدريب منتخب مصر. والحقيقة هي حاجة حصلت في فترة طبعا انشغلنا كلنا بالعيد والأجازة والحاجات دي، فيمكن حاسة ان هي ما خدتش حقها لا على الميديا ولا على السوشيال ميديا، لكن مفيش شك هي خطوة يعني ممكن تكون متأخرة شوية، لكن it's never too late، يعني هي تأتي متأخرا في طريق الإصلاح أكيد أحسن بكتير قوي من ان انت ما تجيش خالص. فخطوة كويسة، خطوة لازم نشيد بيها، يعني أنا الصراحة متفائلة يعني من التعاقد معه. أنت شايف خطوة التعاقد مع فيتوريا إيه؟ يعني توقعاتك للمدرب، طبعا مدرب كبير سيبيه هو عظيم جدا، فأنت شايف إيه اللي جاي كده؟ بصي، مفيش شك روي فيتوريا اسم كبير جدا على الساحة، أنت بتكلمي عن الراجل سبق وتوج بلقب الدوري البرتغالي أكتر من مرة مع بنفيكا، افضل مدرب في البرتغال اكتر من مره واكتر من موسم، وليه تجربه مميزه جدا قريبه مننا شويه في الشرق الاوسط في السعوديه تحديدا مع نادي النصر السعودي، وقدر يتوج النصر السعودي بالدوري لاول مره بعد غياب 4 سنين تحديدا، كان في موسم 2019، ومن وقتها ما خدوش الدوري تاني، يمكن بقاله ما هو 9 سنين او 8 سنين النصر خد الدوري مره واحده مع روي فيتوريا. طبعا الهلال عارفين ان هو مسيطر تماما على كل البطولات في السعوديه، فبالتاكيد اسم كبير، سي في كبير، يمكن حته ان هو ما دربش منتخبات قبل كده دي هي النقطه السلبيه الوحيده، لكن انت في النهايه بتتكلم عن مدرب كبير، والمدرب الكبير اللي عنده رؤيه واستراتيجيه بيقدر يفرضها في اي مكان، نادي بقى، منتخب، ايا كان الفريق اللي هيدربه. لكن الحقيقه اكتر نقطه عجبتني في القصة دي هي التعاقد معاه لمدة 4 سنين. ليه 4 سنين؟ ده مهم جدا. مهم ان انت يبقى عندك خطة طويلة الامد، يبقى عندك مشروع طويل المدى في تطوير الكرة المصرية، اللي مش هيحصل ما بين يوم وليلة، او تجيب مدرب تقعده زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت، طبعا كابتن ايهاب جلال قعد وقت قليل جدا ما كملش شهر. فانت محتاج منظومة كاملة تشتغل، مش راجل واحد، لا، انت عندك منظومة كاملة، انت مش ساحر، مفيش حد بيعمل حاجة لوحده، قصة كلها منظومة، عوامل لإنجاح هذه المنظومة. ومن هنا ففيتوريا لازم يشتغل على نقاط بعيدة المدى، كمان فكرة الاختيارات والقوائم بتاعة المنتخب، تطوير اللعيبة، حاجات كتير جدا متعلقة بطبيعة كمان المسابقة في مصر وانتظامها وإعطاء
نظرة للعناصر الشابة قطاعات الناشئين الخاصة بالأندية عشان يطلع لنا جيل جديد يحضر بقى الأربع سنين جايين. إن شاء الله كلنا بنتمنى إن هو يقدر يعمل ده، وبنتمنى طبعا الخير في الأول وفي الآخر للكرة المصرية. بص، يمكن هي النقطة السلبية اللي أنت قلتها فعلا يعني تقلق شوية، فكرة إن هو ما مسكش منتخبات قبل كده، فكرة إن هو ممكن ما يبقاش لسه عارف الاختيار بيبقى بناء على إيه، فكرة إن هو كمان عليه مسؤولية كبيرة قوي، يعني فكرة يمكن هو لو مسك فريق أو حاجة خلاص بيبقى عارف الفريق ده، ال 11 لاعب طبعا بالبودلة بيبقى عارف مش هيخرج براهم، لكن هو عنده أندية يعني الدوري كلها، يقعد بقى يتفرج ويشوف هو محتاج إيه، مسؤولية كبيرة طبعا على حد ما مسكش منتخب قبل كده. بس بنتمنى طبعا كل الخير لمنتخب مصر، وبنتمنى له كمان التوفيق. يمكن فكرة فعل الأربع سنين دي الحاجة اللي احنا كنا محتاجينها من زمان الحقيقة، يعني كويس برضو ان هي جت دلوقتي، بس كنت اتمنى انها تحصل من زمان، يعني من ساعة مثلا كيروش اعتقد ان هو لو كان التعاقد معاه أربع سنين ما كناش هنبقى دلوقتي لسه بنبتدي من اول الصفحه تاني، بنبتدي نشوف هنجرب ازاي وهنعمل ايه. حاجه تانية يا جماعه لازم برضو نقولها، الراجل جاي ومعاه اربع مساعدين، وهم على فكره اللي كانوا معايا برضو في تجربته مع نادي النصر السعودي، وهيكون في غالبا واتمنى شخص مصري واحد في الجهاز كمعاون. في كمان ترشيحات كده كتير الحقيقه، اتمنى طبعا يكون الشخص ده كادر، عندنا امل ان هو يكون مشروع مدرب وطني كبير في المستقبل، يعني مش مجرد اسم شاب وبتطرح وخلاص، يعني نفسي كده يا جماعه نحاول نهيئ ده، احنا المستفيدين في الاول وفي الاخر من ان احنا ندخل عنصر مصري مع جهاز فني كبير يتعلم ويستفيد ويفيد على فكره منتخب مصر في السنين اللي جايه. دايما لما بيبقى في عنصر مصري بيعرف يوصل الرسائل او المعاني ما بين المدرب الاجنبي او المدير الفني الاجنبي واللعيبه، لازم حد يكون فاهم اللعيبه، فاهم دماغ اللعيبه، دي حاجه اساسيه. فيا رب نحاول ننجح الراجل ده، ويعني دي نحط تحتيها مليون خط، يعني فكره ان احنا نساعده ان هو ينجح، نديله فرصه يا جماعه، مش من اول ماتش ايه ده لا مش عايزين، وزي ما احمد قال شهر وحد تاني خلاص، هو كده كده مفيش شهر، هو قاعد معانا الاربع سنين، كويس بقى مش كويس خلاص هو قاعد. احمد كمان قال ان النجاح يعني مهم، النجاح يا جماعه ملوش اب، يعني ملوش اب واحد، لازم يعني تعمل عده عوامل عشان خاطر تحقق النجاح ده. منتخب مصر يا جماعه كبير، يستحق مننا ان احنا ندعمه، يستحق مننا ان احنا نفضل ورا المدير الفني اللي اكيد تم اختياره بمعايير احترافيه جامده جدا، فنتمنى التوفيق في الفتره اللي جايه، واتمنى ان انا ما اشوفش فتره تجربه طويله، ممكن اشوف فتره اعداد من كام ماتش الاولين، بس مش عايزه احس ان منتخب مصر يعني حقل تجارب زي ما بنقول. لا ان شاء الله ما يبقاش كده، واتمنى طبعا الخير باذن الله للي جاي مع منتخب مصر مع روي فيتوري. في اخر كلامنا حابين نقول لواحد من نجوم مدرسه الفن والهندسه الكابتن الكبير كابتن محمود الخواجه، حابين نقول له كل سنه وانت طيب، ذكرى ميلاده طبعا 15 يوليو، حابين نقول له كل سنه وانت طيب ان شاء الله دايما. طبعا واحد من نجوم نادي الزمالك بقى كلاعب وكمدرب، عمل حاجات كتير جدا لنادي الزمالك، بنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن خواجه. طبعا كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، طبعا من الشخصيات الجميله جدا كابتن خواجه، واللي كان لعيب كبير في فتره السبعينيات، بعد كده اشتغل اكتر من مره في الاجهزه الفنيه لنادي الزمالك على مدار سنين كتيره جدا جدا، كل سنه وحضرتك طيب وبالف خير. دلوقتي خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية وفقرة اقرا الخبر. فاقرا الخبر البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي. أكد كابتن أسامة نبيل المدرب العام للفريق إن الفوز وفقط هو أهم حاجة بيسعى ليها الفريق خلال الفترة اللي جاية. قال كابتن أسامة نبيل في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن المباريات الباقية للزمالك بمثابة لقاءات كؤوس، الهدف فيها هو الفوز فقط. أضاف كمان وقال إنه بيتبقى للزمالك 10 مباريات في مسابقة الدوري، الهدف الأول هو الفوز بيهم كلهم، لأن الهدف الأكبر هو حصد اللقب واللي مش هيتحقق غير بالفوز في المباريات.
كمان البرتغالي مستر جوسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق عمل جلسة مع اللعيبة قبل تمرين امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وده طبعا استعدادا لمباراة غزل المحلة اللي جاية في مسابقة الدوري الممتاز. مستر فيريرا أثنى الحقيقة على الجهد المبذول في الفترة الأخيرة من اللعيبة، كمان طلب منهم أن هم يوصلوا الانتصارات في المباراة اللي جاية عشان يحافظوا على صدارة الدوري. كمان مستر فيريرا شدد على أهمية التركيز في الفترة الحالية، خاصة أن الفريق يعني مقبل على مباريات مهمة جدا جدا في الدوري، ده كمان بالإضافة لنهائي كاس مصر قدام الأهلي يوم الخميس اللي جاي، يعني غالبا بعد أسبوع من النهاردة. كمان شرح مستر فيريرا شوية أمور فنية اللي هيتم تطبيقها في التمرينات، كمان اتكلم عن السلبيات اللي وقع فيها اللعيبة خلال مباراة المقاولين العرب الأخيرة لتلافي تكرارها في المباريات اللي جاية. أدى لاعبو الفريق اللي شاركوا في لقاء المقاولين العرب الأخير بصورة أساسية، أدوا تدريبات استشفائية خلال مران الأمس، وفضل الجهاز الفني بقيادة مستر فيريرا خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خلال مران الأمس، خوفا طبعا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة مهمة زي مباراة غزل المحلة يوم السبت القادم. كمان أدى لاعبة الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة المقاولين العرب الأخيرة في الدوري تدريبات بدنية خاصة خلال تمرين امبارح اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وتضمنت الفقرة البدنية تدريبات متنوعة بخلاف كمان تدريبات خفيفة بالكرة، وده قبل بداية الفقرة الفنية. تم رفع الحمل البدني للمجموعة دي بشكل تدريجي عشان يتجهزوا للماتش اللي جاي. واصل كابتن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي على هامش مران الأمس، وده استعدادا طبعا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري. بيعاني شيفو من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة تسببت في إبعاده أو غيابه عن المباريات في الفترة الأخيرة، وبيسعى الجهاز الطبي لتجهيز عبد الشافي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. سلامات يا شيفو، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول. إن شاء الله يرجع الفترة اللي جاية، لأن طبعا عبد الشافي إضافة قوية جدا جدا للزمالك، ألف سلام عليك وإن شاء الله تكون موجود معانا خلال فترة قصيرة. نختم أخبارنا الخاصة بالزمالك، ومستر فيريرا خصص فقرة خاصة في ختام تمرين امبارح لتدريب اللعيبة على إنهاء الهجمة والتسديد على المرمى. كمان شارك المهاجمين ولعيبة الوسط في الفقرة تحت إشراف دانيال ألفيس محلل الأداء بالفريق. دلوقتي خلونا نطلع فاصل سريع وبعدها ناخدكم ونروح في جولة عالمية وفقرة نهارك عالم. نروح بقى لقصة الموسم، الحقيقة أنا كل يوم بطلع أتكلم عنها لأن هي فيها تفاصيل كتيرة قوي كل يوم بيحصل فيها جديد، وهي طبعا قصة الدون كريستيانو رونالدو، يعني الحقيقة مفيش غيره حاليا متصدر كل عناوين الأخبار. امبارح بالليل بقى سمعنا بقى حاجة جديدة قوي تخص الدون. اتكلمنا عن ان هو مش عايز يكمل، واتكلمنا ان هو في برشلونة، واتكلمنا ان هو ممكن البايرن لو ليفاندوفسكي مشي، اتكلمنا عن حاجات كتير. الجديد بقى انه جاله عرض سعودي خرافي، ده اللي بيقال، بمرتب هو الأعلى في التاريخ طبعا. شبكة سي ان ان وتي في اي البرتغالية قالوا ان في نادي سعودي عرض على رونالدو الانضمام ليه، وطبعا رصد مبلغ 300 مليون يورو لضم اللعيب. انتوا متخيلين الرقم 300 مليون يورو؟ يعني رونالدو ليه فيهم مثلا 250 يورو كراتب 250 مليون لو سمحت. 250 مليون. اكيد مش يورو. 250 مليون يورو، مش عايزه احزن نفسي بس كراتب، ده لسه هقول لك كمان الوكلاء هياخدوا كام، وده سنتين، عن مدته سنتين، يعني في السنه 125 مليون يورو، وال 50 مليون اللي باقيه 50 مليون يورو هتكون طبعا يعني لمانشستر، 30 مليون يورو لمانشستر 30، و20 بقى عموله للوكلاء والوسطاء عشان يقنعوا اللعيب بالموافقه على العرض. سامع الرقم؟ نشتغل وسطاء بقى يعني طيب لو الناس مش متخيله حجم الرقم، خليني كده اقول لك ان عقد ميسي مثلا مع باريس في السنه
30 مليون يورو في أول موسم و40 مليون يورو في تاني موسم، يعني إجمالي عقده كده في الثلاث سنين 110 مليون يورو. طيب نروح بقى حد أحمد برضو قال لي الجملة دي، امبابي وعقده والفلوس اللي خدها. عايز أقول لك إن يعني هيحصل على 100 مليون يورو امبابي، فبرضو ما وصلش لرقم بتاع كريستيانو رونالدو. فأصلا كمان حتى لو اتكلمنا على مبابي هو صغير، يعني هو صغير في السن، طبيعي بقى ان احنا يبقى فيه مناوشات عشان يقنعون هو يجدد وكده. لكن رونالدو هياخد في السنة الواحدة وفقا اللي بتقال 125 مليون يورو. فاحنا بنسمع ارقام غريبة جدا الحقيقة، يعني ما اعتقدش، مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل. بس المهم يعني ان رونالدو بيمر بمشاكل كتيره طبعا مع يونايتد زي ما احنا عارفين، بعد ما بلغوا ان هو مش عايز يمشي وفضل بقى ما يجيش التمرينات وكده، وفي خطوط طبعا مفاوضات مفتوحه ما بين تشيلسي والبايرن، واللعيب كمان كان في كلام انه كلاؤه عرضوا اللعيب على باريس سان جيرمان، ده احنا قلناه امبارح، بس باريس رفضت وقالت انه ما فيش مكان لرونالدو في الفريق. لكن السؤال الاهم هو موجه الحقيقه، او موجه لرونالدو، هل رغبته ان هو يحقق البطولات وان هو يرجع بقى ينافس على لقب دوري الابطال، واللي هو طبعا السبب الرئيسي ان هو عايز يمشي من مانشستر يونايتد، هتخليه يرفض عرض النادي السعودي والمبلغ الرهيب الخرافي ده اللي اتعرض عليه ده، لو صحت الانباء اللي بتقال او بتم نشرها الفتره اللي جايه؟ يعني تفتكر ايه؟ موضوع صعب جدا. رونالدو في الاخر في يعني ممكن لما يعدي ال 40 ممكن يجي مثلا الشرط الاوسط. والله لو عدى ال 60 عدى ال 40 يجي الشرط الاوسط، لكن الارقام دي ارقام خزعبليه. يعني تفتكر هيعمل؟ لا حتى مش هينفع اقول لك هيعمل رونالدو زي مبابي، لانه يعني هنا او هنا ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان الاثنين على الاقل في الساحه، لكن فكره ان رونالدو من مانشستر يونايتد ومفاوضات مع بايرن ومفاوضات مع برشلونه ومش عارفه ايه لنادي، لا الموضوع صعب. وبعدين وانت بتقولي الخبر بتقولي كان عنده مشاكل، عارفه اللي هو يجي في دماغك كده، وانت بتقولي عنده مشاكل في مانشستر، عنده مشاكل مثلا ماديه فهيوافق على لا مش لاقي يدفع ايجار مثلا اليخت، وعارفه الحاجات دي الموضوع صعب يعني. لا ده مش رونالدو، بس الموضوع صعب ان هو يرجع الشرق الاوسط دلوقتي، فهتبقى مفاجاه يعني لو حصلت، لان كل شيء وارد. ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش، مش حاسه. في كرة القدم العالمية في دايما مهووسين كتير قوي بالارقام والقيم التسويقية طبعا للاندية واللعيبة زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية. طيب فيا ترى بقى هل ترتيب الفرق في القيم التسويقية اتغير بعد الانتقالات طبعا المهمة الاخيرة اللي حصلت في اوروبا؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال العرض التالي عن اعلى 10 فرق قيمة سوقية في العالم بعد طبعا صفقات الميركاتو الاخير لحد دلوقتي. تعالوا نشوف مع بعض ونرجع لكم مرة تانية. النهارده
اهلا بكم مع من جديد وفقره نبض 100 عقبه. خلونا نروح دلوقتي البث مباشر من داخل نادي الزمالك، ناخد زميلنا العزيز المميز محمد ساهر مراسلنا من قلب 100 عقبه، نعرف منه الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. ساهر نهارك ابيض، قول لنا عندك ايه النهارده في 100 عقبه. نهارك ابيض يا ساهر. وعيد سعيد على كل الزملكاويه في كل مكان. مصر بتشهد دلوقتي حدث رياضي مهم جدا وهو كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، وأكيد المنتخب المصري مقدم مباريات ولا أروع، فوز على منتخب الكاميرون ثم فوز على منتخب المغرب وصعد دور الثمانية هيتقابل مع منتخب الجزائر، أكيد هتكون مباراة مهمة جدا. هنتكلم باستفاضة أكتر عن هذه البطولة مع طبعا الكابتن عبد الرحمن البوي اللي مشرفني دلوقتي مدير أكاديمية الزمالك لكرة اليد والنجم الكبير في كرة اليد. كابتن عبد الرحمن كل سنة وحضرتك طيب، ونهارك أبيض بخطين حمر. نهارك ابيض بخطين حمر يا محمد، ونيرفانا وانتم طيبين، نيرفانا واحمد كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعني ان شاء الله يخلي نهارنا دايما ابيض. كابتن عبد الرحمن اكيد بتتابع مباريات كره اليد، منتخب مصر مقدم مباريات قويه جدا، شايف اداء المنتخب في المباراتين السابقتين ازاي مع الكاميرون ومع المغرب؟ هو من الملاحظ ان الناس برضو لازم تاخد بالها ان المدرب جاي اولا من بطوله البحر الابيض وبازل مجهود فيها خاصه في النهائي مع اسبانيا، فالمباراتين اللي فاتوا عامل التدوير لعيبه بشكل مميز جدا بصراحه، يعني في بدايه التشكيلات بص تلاقي مثلا اكرم يسري مع احمد الاحمر، الدرع في النص او سيف يعني يا يحيى يا سيف، وبعدين في علي زين، وبعدين سيسا اللي هو حسين، ومحمد عادل على السنتر فيرويد، وبعدين 10 دقايق يبتدي الخطوط خط خط كده يبتدي يغير فيه. امبارح الناس لاحظت انا واحد منهم ان هو نزل غير التشكيل في خلال كل شوط من 3 لـ4 مرات، في في 2 3 بيفضلوا، لكن حسن قداح ينزل، يحيى زين هوب على طول يجي الدرع. النتيجة ده الناس مش فاهمة ان المباراة في الاول كانت ماشية جول بجول لغاية التعادل 11-11، بعد كده 15-11 15-12 خلص الشوط. السيناريوهات دي بتفرق يا كابتن في يعني المدرب بيبقى حاطط سيناريوهات معينه للمباراه دي بتفرق معاه، وعمليه الروتيشن دي بتخلي كل اللعيبه جاهزه اكيد. طبعا، واوريدي ما احنا قلنا يا جماعه قبل كده ان اللعيب اللي قاعد بره عارف كويس قوي 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 امتى هينزل، لان المدرب مديله فكره. اللعيب اللي في الملعب عارف انه يبذل اقصى مجهود لمده كذا، وعارف انه هيطلعه امتى. في فرق يا جماعة ان مثلا الوينج اذا دخل مش موفق في كورة الناس تستغرب ده داخل لوحده، لا دي كورة ولازم هيحصل كده من 4 5 كور لما ضيع كورة. وكمان يا كابتن توقيت المباريات يعني ممكن كل يومين مباراة او كل يعني دي برضو بتساعد اللي حضرتك قلته ده اللي بتريح بعض اللعيبة اكتر. بص البطولة دي بالذات بصراحة يعني اهو يوم ويوم لغاية دلوقتي يوم ويوم، احنا في نظام كاس عالم بتلعب 3 ايام ورا بعض، فلازم وفي الغالب المنتخبات من زمان كان بيطلب من اللعيبه في الدوري انه يلعب 3 ايام ورا بعض. مباراه الجزائر بقى كابتن شايفها ازاي غدا؟ مباراه هتكون مهمه جدا، الجزائر مستواها متواضع الى حد ما، يعني خساره من غينيا يعني مفاجاه كبيره جدا. شايف انا مستغرب، انا بصراحه مش حاب اكذب، انا ما شفتش الجزائر، يعني انا كنت بتابع منتخب مصر لكن ما شفتش الجزائر. اللي انا مستغرب له ان الجزائر بتخسر من غينيا، هل غينيا عملت خطوه ولا في حاجه؟ حتى ما قدمتش في البحر المتوسط عندها في البطوله، ما قدمتش برضو المردود القوي. هل بقى ده تغيير جيل؟ هل بس اللي انا عارفه ان فرق الجزائر دايما هم عصبيين اكتر من اللازم، يعني ايه عندهم حميه
اللي انا مستغرب له ان الترتيب اساسا في افريقيا مصر تونس جزائر مغرب بيخش ورا بعض ازاي غينيا ظهرت امتى؟ فالله اعلم انا ما شفتش عشان ممكن غينيا حسابات تانية مثلا عشان يبعد عن بطل معين او لعب. ممكن لان دلوقتي كان في من فتره لو خدتوا بالكم كان المفروض الطريق كان هيبقى ايه الناس حاسباه ان مصر هتقابل تونس في الدور اللي بعد كده فبس الاول هيكسب الفرقه دي هل هو هربان من دي ولا عاوز لان اوريدي خلي بالكو الخمسه الاوائل هيروحوا كاس عالم فده بيدي للناس راحه انا عندي كل فرق افريقيا الشرق والغرب غير الشمال مسيطر مصر تونس الجزائر مسيطر ودخل المغرب بقى في الفترات الاخيره كان بيخش الاول ساحل العاج اللي هو تسب القوه اكتر عن المهارات اللي صح كاميرون ساحل العاج اذا كان في فرصه يعني غير الثلاثه يعني انت عارف ان في كاس العالم كان بيخش اول المجموعه اللي اول البطوله وبعدين ابتدى الاول والثاني والثالث وابتدى اول في الاولمبياد فرقه واحده عشان دول بيبقوا 12 فرقه فقط كاس العالم بيبقى 24 فرقه وبعدين بقى يبقى 32 وهكذا مباراة الجزائر يا كابتن شايف نفس السيناريو اللي ماشي بيه المدير الفني هو نفس السيناريو اللي هيلعب بيه ماتش الجزائر ولا هيغير من سيستم الاداء؟ بص انا متوقع ان هو هيمشي بنفس لان هو عينه مش على هو بيخطي وهو عارف ناس عارفه ان باروندو دماغه خطواته في كل المباريات حتى في كاس عالم الاخير مصنف طلع يعني احنا ما كناش بنخش الثمانيه بقالنا فتره دخلنا بقينا سبع عالم فواضح انه عامل حساباته وفي نفس الوقت هو خطوته الاساسيه اللي جايه ان شاء الله مع تونس طبعا انا بشكرك وكنت بتمنى اقعد معاك اكتر بس الوقت معاك دايما بيجري وان شاء الله نشوفك دايما في انتصارات تانية مع كرة اليد ان شاء الله ودايما تمتعنا كده بارائك وتحليلك المميز شكرا وانا مبسوط جدا ان انا اكون يعني اكون موجود معاكم وربنا يا رب يعني يوفق الجميع ان شاء الله شكرا كابتن عبد الرحمن كلام مميز اكيد من كابتن عبد الرحمن البوي مدير اكاديميه الزمالك كره اليد اكيد منتخب مصر طبعا عايز يعني يفرح الجماهير ويسعد الجماهير ويحقق النجمه الذهبيه الثامنه بقى في بطوله افريقيا حصل هو على سبع بطولات ان شاء الله تكون البطوله الثامنه لمنتخب مصر نتمنى التوفيق لنادي الزمالك بالنسبه بقى لكره القدم النهارده في مباراه في تدريبات مهمه جدا مستر فيريرا عمل اتكلم مع اللعيبه على اهميه المرحله القادمه طبعا داخلين في مباراه مهمه جدا مع المحله يوم السبت القادم مباراه الجوله 25 مباراه لا تقبل قسم على اثنين ان شاء الله الزمالك يفوز فيها ويتصدر زي ما هو متصدر كده الدوري ان شاء الله تكون البطوله بيضة بخطين حمر نرجع تاني للاستوديو نيرفانا واحمد اليكم الكلمه تفضل نشكرك طبعا زميلنا العزيز محمد ساهر بنشكر كمان كابتن عبد الرحمن البوهي طبعا على الكلام المميز جدا جدا شكرا يا ساهر شكرا جزيلا دلوقتي يلا نروح على مدرجكم الافتراضي الشارع الابيض اهلا بكم في الشارع الابيض تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض اللي كان بيتكلم عن رؤيتك لعوامل انجاح تجربه البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر خلال الفتره المقبله تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبدا من عند مين يا نيرفانا نورا سعد بتقول صباح الورد والياسمين عليك يا نيرفانا صباح الخير والسعاده عليك يا احمد انا شايفه انه مدرب ممتاز وهتبقى اضافه لمنتخب مصر حقق انجازات ومن اهم انجازاته كانت مع فريق بنفيكا وحقق معاه بطوله الدوري البرتغالي مرتين على التوالي بالاضافه للقب كاس البرتغال وكاس الرابطه والسوبر البرتغالي وبعد انتقاله للنصر نجح في تحقيق بطوله الدوري السعودي للمره الاولى بعد غياب اربع مواسم منورين قناه الزمالك شكرا يا نوره احمد محمد بيقول صباح الخير عليك يا نرفانا صباح الخير عليك يا احمد نهاركم ابيض بخطين حمر انا شايف المدرب البرتغالي روي فيتوريا
هينجح مع منتخب مصر ان شاء الله، بس لازم يتم توفير كل الاحتياجات ليه عشان ينجح مع منتخب مصر، ولازم يتم اقامه معسكرات تليق بمنتخب مصر، وكل توفيق لمنتخبنا زملكاوي. افتخر شكرا يا ابو حميد. احمد عيد بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الفل عليك يا نيرفانا ونهاركم ابيض بخطين حمر. انا شايف روي فيتوريا مدرب محترم واتوقع هتكون تجربه نجاح، بس اهم حاجه لازم اتحاد الكره يوفر للمدرب كل حاجه، وكمان لازم يكون في معسكرات قبل كل بطوله، وكل الدعم والتوفيق لروي فيتوريا. عبد الحفيظ السبعاوي بيقول صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا احمد، نهاركم ابيض بخطين حمر. أتوقع نجاح المدرب روي فيتوريا، بس لازم نوفر له كل طلباته من معسكرات مباريات ودية، محتاج مساندة من الإعلام وكل المنظومة الرياضية، كل توفيق لمنتخب مصر إن شاء الله، زملكاوي لآخر العمر. شكرا يا عبد الحفيظ. ونختم بمحمود، شايف ان منتخب مصر هينجح مع المدرسه البرتغاليه بشرط يسيبوا الراجل يشتغل، يعني هو الحقيقه جاب الخلاصه جاب الخلاصه فعلا ان شاء الله نسيبه يشتغل يا محمود، والحقيقه يعني بنتمنى له كل التوفيق، بنتمنى كمان للمنتخب كل التوفيق الفتره اللي جايه. دلوقتي خلونا نطلع فاصل قصير، وهيرجع لكم بعديه احمد في فقره سهم قوس اللي منورنا فيها النهارده المحلل وخبير التسويق الرياضي الاستاذ احمد سالم. سهم قوس مع احمد بعد الفاصل، استنونا. اهلا بكم من جديد في فقره سهم وقوس. عايزين نقول لان العلم بقى هو المتحكم الاول في نجاح كل حاجه واي حاجه النهارده، ولان النجاح مش بيجي صدفه، ولو حصل مره مش بتتكرر كتير، فكان مهم جدا اننا في كره القدم نهتم براس الهرم وهو الاداره، مفهوم الاداره الرياضيه، اساسيات العمل الاداري الرياضي. ويا ترى احنا فين في مصر مثلا من الكلام ده؟ هل بنطبقه كله؟ هل جزء منه؟ هل لو احنا بعاد يا ترى ازاي نقدر نقرب من النماذج العالميه، نقرب للمشهد العالمي في الاداره الكرويه؟ هل مثلا نبص على ترتيب الامور كده داخل الكره المصريه بشيء من المنطق يساعد على تحقيق النجاح؟ هل ده اللي هنحاول نعرفه؟ وهل ده القصة بتمشي ازاي؟ وعايزين نعرف الدنيا ماشية ازاي في اوروبا وبدأت ازاي في مصر. عشان كده بيشرفنا في الاستوديو المحلل الرياضي وخبير التسويق الرياضي الاستاذ احمد سالم. منورنا يا استاذ احمد. نورك يا احمد، ازيك؟ شرفنا ومنورنا، اهلا بيك. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، الادارة الرياضية. مصطلح بقى مستحدث عندنا في مصر بقى له سنتين ثلاثة، شغالين ان في حد يبقى مدير رياضي للفريق. الكلام ده موجود في اوروبا من بدري، فعايزين نعرف اصلا يعني ايه الاداره الرياضيه في المفهوم العام بتاعها. تمام. هو بالنسبه للاداره عموما بشكل عام، سواء كانت اداره رياضيه او اي اداره من اي نوع، هي بتنقسم لاربع كلمات. يعني المفروض ان انا كمدير انا بعمل عمليه تخطيط، بعمل عمليه تنظيم. معنى كلمة تنظيم ان انا بعمل مين هيعمل ايه، بعد كده ببدأ ان انا اعمل عملية المتابعة، وفي اخر حاجة اللي احنا بننتظرها في النهاية هي عملية التقييم. فدول اربع كلمات او دول اربع حاجات المفروض اي مدير بيعملهم. هو عمل الاربع حاجات فهو ادى الدور بتاعه بشكل ناجح. في اي تقصير في اي حاجة من الاربعة هيحصل تقصير في الاهداف، وان احنا مش هنوصل للتارجت او الاهداف اللي احنا حطيناها من البداية. تمام. شايف ان مواصفات، هل في مواصفات للمدير الرياضي؟ لان برضو في ناس كتير جدا ما تعرفش اللي بيدير الرياضه ده، في ناس في بلاد مختلفه بيبقى المدير الرياضي فيها ما لعبش كوره او ما مارسش الرياضه، فبرضو عايزين نعرف القصه دي ونعرف الناس ونفهمه الحته دي. طيب مبدئيا هو ده سؤال مهم جدا وناس كتير بتتطرق اليه. هو مش شرط ان يكون المدير الرياضي مارس كره القدم. ده نقطه مهمه جدا، لان اي انسان في الدنيا هو بينقسم لثلاث حاجات. هو بينقسم لجزء خاص بالمعلومات، جزء خاص بالمهارات الشخصيه، وجزء خاص بالبرسوناليتي او الصفات الشخصيه. اهم حاجتين موجودين، الجزء بتاع المعلومات بيمثل نسبه في الاداره العليا بالذات لا تتعدى 10%.
لكن الجزء الخاص بالمهارات والجزء الخاص بالصفات الشخصية من ناحية القيادة، من ناحية اتخاذ القرار، من ناحية كيفية التعامل مع الناس، من ناحية إدارة الأزمات، كل دي حاجات بتبقى مهارات بالإضافة لأن هي صفات شخصية موجودة في الشخص ده. فدي بتمثل من 80 ل 90% من المواصفات المفروض تتوفر في الشخص اللي هيمسك إدارة معينة. والدليل على كده ان يعني مفيش حد بيفهم في كل حاجه، فاللي بيمسك اداره رياضيه مثلا هنفترض اتحاد الكوره، اتحاد الكوره في النهارده لجنه الحكام، في لجنه التطوير، في المنتخبات، في المسابقات، مفيش حد، مش عمري ما هقدر اجيب رئيس اتحاد كوره هو فاهم في كل حاجه تكنيكال او تقنيه بالحاجات دي كلها. الشرط او الميزه اللي انا بدور عليها انا هجيب حد يعرف يدير الناس اللي هتشتغل في الحاجات دي. عندي النهارده رئيس لجنه حكام انا اعرف اديره، عندي النهارده حد خاص بالمنتخبات هقدر ان انا اديره، عندي مدير فني للاتحاد اقدر ان انا اعمل له عمليه اداره واقدر ان انا اديره، لكن انا مش هكون بفهم في كل حاجه خاصه بالحاجه دي. شيء دايما المدير الرياضي او الشخص الناجح في الاداره الرياضيه لازم يعدي كده، بيقول لازم يعدي على التسويق الرياضي. لو خد فكرة عن التسويق الرياضي والقصة التسويق أو الترويج الرياضي بيبقى كادر ناجح. هل دي حاجة مهمة في تكوين شخصية المدير الرياضي؟ هي التسويق الرياضي أو التسويق عموما، كلمة تسويق في حد ذاتها هي حاجة بيمارسها كل الناس. النهاردة احنا موجودين هنا، أنا موجود بسوق نفسي، انت موجود بتقدم برنامج بتسوق نفسك، أي حد حتى لو بطريق غير مباشر هو بيعمل عملية تسويق لنفسه في المجال بتاعه. التسويق الرياضي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي بتشتغل عليها أندية كبيرة في العالم وبتشتغل عليها أماكن كتير جدا في العالم، بس للأسف احنا هنا في مصر التسويق الرياضي بيقتصر على ان انا جبت لعيب ب 2 مليون جنيه بعته ب 10 مليون جنيه فانا كده باخد عمولة وانا كده مسوق ناجح، يعني انا كده عملت التسويق. لكن لو جينا بصينا لحاجات تانية لا، هنلاقي مثلا مثال برشلونة. برشلونة فترة الزمنية اللي قعد فيها ميسي كان بيلعب في برشلونة كان المداخيل بتاعت برشلونة 200 مليون يورو، منهم 30 مليون يورو من التيشيرت بتاع ميسي. فيعني تقريبا بنتكلم في 15% من الدخل بتاع النادي بيتمثل في بيع التيشيرت الخاص بالنجم اللي موجود عندهم اللي هو ليونيل ميسي. في أندية مش ظاهرة قدام الناس لأنها بعيدة عن البطولات، أندية معروفة، بس هي الهدف بتاعها زي ما كنا بنتكلم في الإدارة من الأول، لما جم بيعملوا تخطيط هم التخطيط بالنسبة لهم مش إن هم يكسبوا بطولات، التخطيط بالنسبة لهم إن هم يشتغلوا على الجزء بتاع التسويق، وبدأوا يعملوا أكاديميات كبيرة زي ليون الفرنسي، زي موناكو، زي أياكس أمستردام. الفرق دي الهدف الرئيسي بتاعها إن هي تكسب من الأكاديميات الرياضية. التجربة دي كانت اتعملت في مصر بس مش عارف ليه ما كملتش أو ليه مش ظاهرة بشكل كبير، اللي هي الأكاديمية جي إم جي. جي إم جي خاصة بوادي دجلة. احنا النهاردة بنتكلم على ظاهرة عندنا في الفريق الحمد لله ربنا يعني يحميه، أحمد سيد زيزو. يعني بنتكلم هو خريج الأكاديمية. طبعًا. هو النهاردة احنا بنتكلم على احنا التعداد السكاني في مصر نسبة الأعمار السنية اللي أقل من 15 سنة احنا بنتكلم تقريبا في 35 مليون. 35 مليون احنا لو اتكلمنا ان احنا عايزين نطلع 10 من كل 10 مليون فاحنا ممكن نطلع 35 لاعب بمواصفات احمد زيزو احسن من احمد سيد زيزو. في لعيبه كتير خلي بالك، يعني جي ام جي مطلعه كريم حافظ، كريم حافظ، محمد هلال، في اكتر من لعيب خريج جي ام جي. تمام. في عندنا في افريقيا برضو اللي اشتغل بالشكل ده وفي التسويق الرياضي كان ناجح جدا اسيك ميموزا، برضو من الاكاديميات الكبيره في افريقيا اللي بتطلع اللعيبه بتاعتها لاوروبا وبتكسب بشكل كبير جدا. احنا شايفين ان اسيك بقاله فتره تقريبا من التسعينات بعيد عن الساحه الكرويه او البطولات، لكن ان هو محقق الهدف بتاعه او هو متجه لهدف هو عايز يعمله وده الهدف بتاعه اللي هو بيلعب عليه. طيب هل في وقائع لأنجح المدارس اللي نجحت في قصة الإدارة الرياضية دي؟ احنا بنتكلم عن الناس اللي عرفوا يستثمروا أو خلقوا مناخ من الاستثمار الجيد يخلوهم يكسبوا من أي مشروع بيعملوه. يعني هو القصة بالنسبة لهم النادي ده معمول مشروع، زي موناكو مثلا استثمر في مبابي بيبيعه لباريس سان جيرمان وأكتر من لاعب تشاوميني دلوقتي باعوه لريال مدريد. ففي ناس بتبدأ او بتعمل النادي او بتبقى سياسه النادي ومستقبله مبني على الكسب او المكسب، ان هو يبقى ارض خصبه لاستقطاب المواهب منه. تمام. ده بتبقى يعني زي ما قلنا هي سياسه المؤسسه نفسها. احنا في الاول وفي الاخر
بنتكلم على مؤسسه رياضيه، مؤسسه رياضيه احنا الموضوع اختلف عن 30 سنه فاتت، ان احنا النهارده بنلعب كوره علشان نلعب كوره والميزانيه في الاخر احنا خسرانين واحنا بناخد فلوس من الدوله، لا هي الموضوع اختلف بشكل كبير جدا عن الموضوع ده، لا النهارده بقت في مؤسسات رياضيه، المؤسسات الرياضيه دي المفروض ان هي تكسب، مش المفروض ان هي حتى تأدي بس او تعمل حاجه معينه بس، لا هي المفروض ان هي بتكسب، فبالتالي هو ده الفكر الجديد، حتى اتغير كره القدم اتضاف ليها مصطلح في الفتره الاخيره اللي هي صناعه كره القدم، صناعه كره القدم اللي هي بيزنس، هي في الاول وفي الاخر هي بيزنس، عشان كده شايفين في ارقام كبيره جدا، احنا يعني قبل الفصل سمعتكم بتتكلموا على الجزء بتاع كريستيانو رونالدو و 300 مليون يورو، فالارقام دي بجد لسه ما مش انا بتكلم بس. حتى يعني بس بتكلم في بس لو هنتكلم على وقائع خاصه بنفس الاسم كريستيانو رونالدو لما انتقل ليوفنتوس جابوا العائد من الصفقه بالتيشيرت بتاعه في 18 يوم تقريبا، كان المبلغ اللي دفعوه في صفقة كريستيانو رونالدو رجعوه من ثمن التيشيرت اللي بيتباع، وده برضو حاجة من الحاجات المهمة جدا، الدليل على كده الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي احنا بنتكلم دلوقتي هو أقوى دوري في العالم، انتوا عملتوا عرض لأكبر 10 فرق قيمة تسويقية على مستوى العالم، لو حد خد باله هم 6 فرق من إنجلترا، من العشر فرق في 6 فرق من إنجلترا هم الأعلى قيمة تسويقية على مستوى العالم، الناس لو هي شايفة ان الكرة مش هتكسب او المجال ده مش هيبقى مجزي فبالتالي مش هتصرف، احنا مش بنتكلم في ملايين احنا بنتكلم في مليارات. ايه رأيك بقى في القصة في مصر؟ شايف ايه الاشكاليات اللي بتواجه الادارة الرياضية؟ شايف ان الموضوع ماشي ازاي عندنا؟ هل ماشي بالحتة اللي احنا قلنا عليها من شوية او اتكلمنا فيها في البداية، ان مش شرط يبقى المدير الرياضي يبقى لاعب كورة، فاحنا عندنا هنا لازم يكون لاعب كورة، لاعب كورة شكله ديسنت، شكله لطيف، بيعرف يتكلم، ليه علاقات، ودي حاجة مهمة جدا في مصر في حتة الإدارة الرياضية، فبيبقى مدير رياضي. شايف إيه اللي المفروض يتم عندنا هنا في مصر؟ الاختيار، هي معايير الاختيار، احنا ما عندناش معايير للاختيار، احنا زي ما انت قلت نقطة مهمة جدا، هو النهاردة اللي له معارف بيعرف ان هو يبقى موجود في مكان معين، غير كده مفيش أي معايير تانية للاختيار. هقول لك رقم بسيط قوي، احنا من سنة 96 اللي ادار اتحاد كره القدم بعيد عن اللجان المعينه كمجالس منتخبه هم 26 فرد. يا نهار ابيض، ده رقم ارجع للمجالس الادارات اللي تم انتخابها من سنه 96 لغايه النهارده، احنا تقريبا داخلين على 30 سنه، هم تقريبا 22 او 23 فرد، بيتغير المراكز بتاعهم، كان نائب بقى رئيس بقى عضو بقى امين مش عارف ايه بقى لجنه مسابقات بقى، فهي ببساطه هل احنا ال 110 مليون مفيش فيهم غير 26 فرد؟ يا نهار ابيض، ده رقم احصائيه، ده رقم الناس ترجع من غير اللجان المعينه، يعني انا مش حاسب مثلا لجنه زي لجنه الاستاذ عمرو الجنايني، دي مش محسوبه لان هي لجنه فرضت او لجنه تم اختيارها من الدوله، انا بتكلم على المجالس المنتخبه، هي عمليه روتيشن مفيش اكتر من كده، الحاجة الوحيدة ان الشخص ده ممكن بيكون طلع من المجموعة دي او من الجروب ده نتيجة ان هو واخد قرار بالاختفاء او يعني حاجة تانية، بس لكن غير كده ما فيش اي معايير للاختيار، يعني ما فيش اي معايير للاختيار، احنا عندنا النماذج موجودة في افريقيا وفي اسيا وفي اوروبا بعيد جدا عن يعني الفكر بتاعهم بعيد جدا عن الفكر اللي احنا ماشيين بيه او العشوائيه في يعني اللي احنا ماشيين بيها. طب لو هذا هو الداء، ده القصه، ده المرض، ايه هو الدواء بقى لحل الاشكاليه دي؟ ما الدواء هو معايير الاختيار، احنا عندنا الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي رئيس الاتحاد، كلنا دلوقتي شايفين ان من اقوى الدوريات او اقوى الدوريات اللي موجوده في الوطن العربي دلوقتي هو الدوري السعودي. الدوري السعودي والكرة في السعودية هم ببساطة جديدة جدا جابوا حد مواليد 74 هو حاصل على بكالوريوس الإدارة من جامعة الملك فهد، حاصل على دبلومة الإدارة من جامعة السوربون في فرنسا، ما لعبش كورة، اسمه ياسر حسن، ده مسك رئيس اتحاد الكرة في السعودية. في ألمانيا احنا بنتكلم على الالمان وبنتكلم على منتخبات وبنتكلم على انديه وبنتكلم على يعني الالمانيا بالنسبه لنا يعني رول موديل زي ما بنقول يعني. في النهايه رئيس اتحاد الكره في المانيا هو صحفي سياسي. يعني هو بعيد كل الموضوع تماما، هو مدير، انا ولكن القصه بتفرق في ان خد دبلومه في الاداره الرياضيه اللي انت بتحكي عليها مثلا مع رئيس الاتحاد السعودي، ليه كل الاحترام والتقدير طبعا، بس خد كورس، خد دبلومه في الاداره الرياضيه،
عندنا هنا العكس، خلي بالك احنا هنا الناس بتقول يا عم ده ما لعبش كوره، وبيبقى حقهم، لان اللي بيبقى متحكم في زمام الامور حد ما لعبش كوره ومطورش نفسه حتى في حته الاداره الرياضيه، فيبقى معاه ما يشفع له ان الناس تستحمله. تمام، هو حلو قوي جدا، يعني يبقى كويس قوي لو في حد لعب كوره وطور نفسه في الجزء ده، ده يبقى حاجه ممتازه. لكن انا النهارده الاهم هو انا جاي، انا مش جاي العب كوره، انا جاي ادير. فبالتالي الاهميه بالنسبه لي، الاهميه رقم واحد او الاولويه في الاداره، لكن انا مش جاي العب كوره. طب لو انا النهارده كنت بلعب كوره ومطور نفسي في مجال الاداره ودارس في مجال الاداره، طبعا ده شيء هيبقى ممتاز جدا وهيبقى حاجه ممتازه جدا. هقول لك مثال بسيط قوي كمان، يعني غير كده احنا النهارده في افريقيا احنا بنتكلم على المغرب، بنتكلم على المغرب والتطور الرهيب اللي بيحصل في المغرب، سواء كان في البطولات سواء كان في الايفنتات اللي بتستقبلها المغرب وبتنظمها المغرب. صحيح. احنا النهارده في النهايه كلمه السر في واحد اسمه فوزي لقجة. بالظبط. هو طب نرجع ورا شويه، هو النهارده رئيس طبعا الجامعه الملكيه لكره القدم بمثابه اتحاد الكره، يعني بمثابه اتحاد الكره، بس قبل ما يكون رئيس الجامعه المغربيه هو كان حد، هو كان ماسك الميزانيه بتاعه الدوله في وزاره الاقتصاد. يعني هو النهارده قبل ما يدخل في المجال ده او قبل ما يبدا ان هو يبقى موجود، سواء كان النائب في الاتحاد الافريقي او سواء كان موجود في الاتحاد المغربي او الجامعه المغربيه، هو كان في وزاره الاقتصاد وكان ماسك الميزانيه بتاعه الدوله. فبالتالي جاي من فكر برضو اداري، يعني انا النهارده في الاول وفي الاخر زي ما بقول هو عمليه ترتيب اولويات. انا النهارده ما عنديش حد من لعيبه الكوره دارس اداره بالمفهوم المظبوط اللي يقدر يدير مؤسسه رياضيه، فبالتالي النهارده انا هبدا ان انا ادور على حد متميز في الاداره. طب انا وصلت لمرحله ان لا ده انا عندي حد هو اوريدي كان الجزء التكنيكال او التقني عنده، هو كان لعيب كوره كويس قوي، اسم معروف كويس قوي في مصر، وكمان كمل دراسه واهتم بنفسه في الجزئيه بتاعه الدراسه في الاداره. لا بالعكس، ده هيبقى بالنسبه لي افضل بشكل كبير جدا. بصراحه فعلا الكره المغربيه اداريا بتشهد تطور رهيب في الفتره الاخيره، بتعرف تستقطب الايفنتات المهمه زي ما انت قلت. كل ده بيرجع لفوز لقجع وشطارته ووجوده كمان داخل الاتحاد الافريقي، دي حاجه مهمه جدا. عايز اكلمك في حاجه ثانيه، واحنا بنتكلم دلوقتي عن حضور جماهيري موجود في مباريات الدوري المصري، ازاي الحضور الجماهيري ده يفرق تسويقيا مع الدوري المصري وقيمه الدوري المصري؟ هو العامل الجمهور من العوامل الرئيسيه في تسويق اي سلعه، مش 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 المباريات بس. النهارده لو في فيلم في السينما ما فيش فيه جمهور مش عارف اعمل عمليه تسويق. فبالتالي نفس القصه، لو انا النهارده عندي مباريات بدون جمهور او بجمهور عددها قليل، عملية التسويق بالنسبة لها هتبقى قليلة، لأن ده بيعتبر عيب موجود عندي أو بيعتبر حاجة ديفكت موجود عندي، فبالتالي النهاردة لازم إن أنا أشتغل عليه. أنا شايف إن إحنا في مصر لا، إحنا ما عندناش أي مشكلة في عملية الجماهير، وخصوصًا إحنا دلوقتي الفترة الأخيرة بدأت الخريطة في مصر تتغير كرويًا، يعني إحنا النهاردة تقريبًا بنتكلم على 60% 70% من مباريات الدوري هو الجمهور بيبقى من طرف واحد. يعني النهارده هنلاقي بغض النظر عن الماتش الاخير، يعني او بنتكلم لا الجوله الاخيره الزمالك كان بيلعب المقاولين، الاهلي بيلعب فيوتشر. هنفترض ان النهارده لا ده اتحاد الكوره سمح او الامن سمح بحضور كامل للجماهير، اما انت كنت هتلاقي في استاد المقاولين 50,000 زملكاوي. صحيح. كنت هتلاقي في استاد السلام 50,000 اهلاوي. صحيح. فبالتالي النهارده يعني الموضوع عندنا ابسط من اماكن ثانيه، لان تقريبا احنا مباريات الجماهيريه اللي هيبقى فيها جمهور، يعني زي الماتش يوم السبت مثلا الزمالك والمحله، ممكن الماتش ده اللي تلاقي فيه جمهور للفريقين، بس عموما في توزيعه الدوري او توزيعه الفرق اللي موجوده في الدوري، واللي احنا بنشتكي من عدم وجود انديه جماهيريه او الانديه الجماهيريه بتقل، فاعتقد ان ده يعني من الناحيه الثانيه هي فرصه كويسه ان احنا نبدا ندخل جمهور او ان احنا نزود عدد الجماهير، لان زي ما بقول لك ان معظم الماتشات هي جمهور فريق واحد. بالظبط، مباريات قليله جدا ما بين فريقين جماهيريين. طب بما اننا بقى دخلنا في الجانب التسويقي، ازاي كره القدم تدر دخل ضخم للدوله المصريه؟ زي ما احنا شايفين في بلاد كتير جدا كره القدم ممكن يعتمدوا عليها في الاقتصاد، وبتبقى شركه كره قدم وبتبقى ليها اسهم في البورصه، والموضوع بيبقى اقتصادي بشكل اكبر. هي النقطه الحل انت قلته في السؤال بتاعك، هو تحويل نشاط كره القدم الى شركات. ان انا النهارده يبقى في نادي، بس جوه النادي او تحت المظله بتاعه النادي
طبقا للقوانين بتاعه وزاره الشباب والرياضه يكون في شركات، الشركات دي ليها اسهم، فبالتالي النهارده انا كحد زملكاوي او انا بشجع اي نادي، فانا النهارده مش بشجع النادي بس، لا ده انا بستثمر في النادي، ده انا النهارده ممكن اكسب من 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 نشاط الكوره في النادي. فبالتالي النهارده ان احنا نبدا ان احنا نتكلم على الاستثمار الرياضي وان احنا نحول الانديه الى شركات او نشاط الكوره بالذات الى شركات، ده من ضمن الحلول الرئيسيه والاساسيه. احنا شفنا عندنا ثلاث فرق موجوده في الدوري عامله حاله دلوقتي، موجوده في الدوري بشكل كبير جدا، بدات ببيراميدز، بعد كده فيوتشر وفاركو، كان في محاولات من غزل المحله للاكتتاب في البورصه. فبالتالي النهارده دي كلها حاجات، يعني احنا زمان كان الدوري معروف هو زمالك واهلي، لكن النهارده لا، بقى في المباريات بقت صعبه، بقى في الفرق كلها عندها لعيبه مميزه، ما عادش في مباراه الزمالك داخلها او الاهلي داخلها ضامن المكسب. فبالتالي النهارده ده تطوير، ده حاجه ايجابيه بتساعد على عمليه التسويق، بتساعد على ترويج اللاعبين ما بين الانديه، بتساعد ان يبقى في منافسه على اللاعبين وعلى ان انا النهارده احقق نتائج كويسه. فبالتالي النهارده اقدر ان انا ادر دخل، وبالتالي في النهايه البلد تستفيد من حاجه زي كده. اخر الاخبار عندنا واخر الناس اللي بداوا يعملوا شركه كره القدم وماشيين بقالهم فتره صغيره فيها غزل المحله، نادي غزل المحله كان فتح باب الاكتتاب للجمهور عشان يشارك باسهم، خلاص بقت شركه كره قدم، اللي عايز بقى يخش الموضوع بقى. الفكره اصلا والقصه دي انت شايفها ازاي؟ فكره مميزه جدا وحاجه كويسه جدا، لان هي ببساطه شديده هتحول المسؤولين عن نشاط كره القدم في غزل المحله، ان هو النهارده هو حاطط فلوس، هو النهارده بيشتغل بالفلوس بتاعته، فبالتالي النهارده هيبقى حريص بشكل كبير جدا ان هو يكسب، هيبقى حريص بشكل كبير جدا، غير ان هو النهارده بيبقى موجود تبع وزاره الشباب والرياضه، بياخد دعم اول السنه من وزاره الشباب، حقق دخل ما حققش دخل هو مش فارق معاه، لكن لما بتتحول نشاط كوره لشركه وبيبقى فيها دخل وفيها مصاريف وفيها ارباح وفيها خساير، لا خلاص انا بتحول ان انا النهارده لا ابقى حريص بشكل كبير جدا، قبل ما اشتري اللعيب ده، قبل ما العب المباراه دي، قبل ما اشارك في حاجه معينه، ابقى حاسب بالظبط انا هعمل ايه، وبناء عليه ابدا ان انا يعني اعمل ادر دخل للمؤسسه اللي انا موجود فيها، وبالتالي يحقق نجاح ماديا ورياضيا. شايف ازاي؟ في تجارب كتير جدا شفناها، تجربه بيراميدز، شفنا تجربه فاركو، في اكتر من تجربه استثماريه، شايف تقييمك ازاي للتجارب دي ومدى نجاحها لحد دلوقتي؟ عندنا ممكن نفصل بيراميدز عن فاركو وفيوتشر. بيراميدز هي كانت تجربة استثمارية بحتة 100%، المستشار تركي الشيخ اشترى نادي الأسيوطي، فبناء عليه كانت يعني تجربة استثمارية، بعد كده اتباعت لمستثمر إماراتي، فبالتالي النهاردة التجربة دي كانت تجربة أو ما زالت هي تجربة استثمارية بحتة 100%. فيوتشر وفاركو هي اوريدي كانت شركات موجودة، كان عن وفاركو كان عندها فريق بيلعب في دوري الدرجة الثانية بقاله فترة، فصعد للدوري الممتاز، يعني لحد ما انا بس يعني اامل في فيوتشر وفاركو ان هي يكونوا هيطبقوا التجربه الاستثماريه بشكل علمي 100%، مش ان هو كان في شركه فكان في فريق فصعد، او انا اشتريته، او فيوتشر كان الوحيد كده، الفرقه الوحيده اللي انت بتتكلم عنها هي فاركو، لان فيوتشر برضو كان نادي كوكا كولا فتم شراؤه، وبيراميدز كان الاسيوطي وتم شراؤه، ففاركو الوحيد اللي بالهويه بتاعته من الدرجه الثالثه للثانيه للممتاز. تمام. فهو فاركو ازاي يكمل على ده بقى؟ فاركو يكمل على ده، هو ماشي بشكل كويس جدا، هو محدد هدف معين، هو الهدف بتاعه هو البقاء في الدوري في اول موسم ليه طبعا، وده حاجه يحترم عليها. هو بيستثمر في ان هو بيجيب لعيبه كويسه، ان هو النهارده يشتغل على جزئيه المداخيل اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو النهارده انا مش الهدف بتاعي او التارجت بتاعي هو دلوقتي الدوري، انا مش ده الهدف بتاعي، احنا لازم برضو لما باجي احط هدف يكون الهدف ده زي ما بنقول ببساطه كده قابل للتحقيق. يعني فبالتالي النهارده انا مش هبدا ان انا كفاركو ان انا اقول انا السنه الجايه هاخد الدوري، لا انا النهارده هبقى موجود مثلا من الخامس للثامن مثلا، ده الهدف بتاعي. صحيح. طب الناحيه الثانيه انا عندي لعيبه ببيعها وعندي لعيبه بشتريها، فبالتالي النهارده ده ممكن يعمل لي دخل.
صحيح. للفريق من فرق اللعيبه اللي انا بشتريها. اكيد اللعيبه اللي اشتراها فاركو في بدايه الموسم لو فكر ان هو يبيع حد او اتنين من النجوم بتوعه هيبقى في فرق في المداخيل، فبالتالي هيقدر يحقق ارباح ويبدا ان هو يمشي على الطريق ده. هو ده الهدف اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الاستمراريه. انا عايز يبقى في استمراريه في حاجه زي كده، مش قصه ان انا نادي شركه لقيت نفسي في الدوري الممتاز فبالتالي خلاص بقيت تجربة استثمارية. لا، احنا عايزين يبقى فعلا هي تجربة استمرارية. وده ياخدنا برضو لحاجة مهمة قوي، ان في ناس كتير جدا بت 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 يعني عندها مشكلة في تضاؤل عدد الفرق الجماهيرية. لا بالعكس، هو احنا النهاردة هي دي تجربة مهمة جدا، وجود فرق شركات وفرق استثمارية موجودة في الدوري بالعكس بتزود قوة الدوري، بتنعش الدوري ماديا. ده احنا عايزين نوصل لمرحله ان احنا الفرق الجماهيريه نحولها لشركات بالظبط، او تعمل شركه لكره القدم. ما عايزين نحولها لشركات انها تبقى في شركه لاداره كره القدم في الانديه الجماهيريه. بالعكس هنلاقي بقى، هنشوف يعني هنلاقي الانديه الجماهيريه رجعت، هنشوف المنصوره في الدوري، هنشوف طنطا في الدوري، هنشوف اتمنى والله الفرق دي المنصوره وطنطا واسوان طبعا صعد، يعني اي فرقه فيها جماهير بلديه المحله. في تجربه بقى، بما اننا كنا بنتكلم في الفرق اللي بتستثمر، في فرق برضو خلي بالك من متابعتي كده، فرقه لافيانا في ممتاز بيه دلوقتي، كان برضو بدا رابعه وبعد كده ثالثه وبعد كده دلوقتي ممتاز بيه، برضو للمستثمر صاحب نادي الاسيوطي اللي كان الاستاذ محمود الاسيوطي ورجل اعمال، فمهتم جدا بالقصه دي. برضو نادي طالع، في نادي تاني اسمه بايونيرز برضو بيسعى لان هو يعمل نفس تجربه كوكاكولا او فيوتشر دلوقتي بمسماه. شايف ان القصه بدات كمان دلوقتي من تحت، كله بدا يعمل شركه لكره القدم ويعمل فريق ويبدا بيه. هي دي نقطه مهمه جدا وعالميا كمان موجوده. يعني احنا النهارده بنبص على نيوكاسل، بنبص على استون فيلا، بنبص على مانشستر سيتي قبل كده، على تشيلسي، على الانديه الكبيره دي كلها هي بدا يخش فيها رجال اعمال، ومن منطقه الخليج بالذات كمان بدا يخش فيها استثمارات كبيره جدا. الناس دي لو مش شايفه ان كره القدم بتعمل مكسب كبير مش هتستثمر ببساطه شديده. النهارده اي رجل اعمال هو لو مش شايف ان البروجكت اللي داخله او المشروع اللي داخله هو هيجيب له ربح وهيجيب له دخل كويس قوي، هو مش هيدخل المشروع ده او مش هيغامر بانه يدخل المشروع ده. لكن الفكره كلها ان انا اكون حاسبها بشكل صح. النقطه دي ممكن تتطبق هنا في مصر بشكل بسيط قوي. كل محافظه فيها رجال اعمال، كل محافظه في مصر فيها مجموعه من رجال الاعمال. كل رجال الاعمال دول لو بداوا ان هم النهارده يستثمروا في النادي اللي موجود في المحافظه، لا احنا هنشوف كره تانية في مصر، وهنشوف ان يعني حاجه مهمه جدا، وهنشوف تطور رهيب جدا في جزئيه الشركات ان هي تدير كره القدم في كل الانديه الجماهيريه. وهنلاقي الانديه الجماهيريه مش رجعت بس، لا رجعت ورجعت بقوه. استاذ احمد انا بشكرك جدا، شرفتنا ونورتني ونورتني فعلا في بعض المعلومات والتوضيحات اللي انت قلتها لنا في حلقه النهارده. انا سعيد اني كنت معاك، واكون يعني ربنا يعني اتمنى ان نكون افدنا الناس يعني. بشكرك جدا، ربنا يخليك. بشكركم شكرا جزيلا. انتهت فقرة سامو كوس، كان معانا واحد من الناس المتخصصين في التسويق الرياضي الاستاذ احمد سالم. انتهت حلقتنا، على امل اللقاء ان شاء الله في اسبوع جديد من نهارك ابيض. الى اللقاء.